السادة الأكابر على المنصة المحترمين، السيدات والسادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأكارم، السيدات والسادة نواب ومساعدو الرئيس الأجلاء، السيدات والسادة رئيس وأعضاء الأمانة العامة لهيئة المجالس المحترمين، السيدات والسادة عمداء الكليات ومدراء المعاهد ورؤساء الدوائر المحترمين، السيدات والسادة من القطاع الخاص المحترمين، السيدات والسادة أعضاء مجالس الكليات المحترمين، السيدات والسادة العلماء الأجلاء والطلبة المبدعون والحضور الكريم، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. كلام العقل يبدأ من خلجات القلب، وبشر الصابرين إذا صبروا. هي هكذا منذ القرن الماضي، متربعة على مساحة أكثر من ربوة وتمتد زيادة. تنظر إلى القدس فاكهة الأرض والدين، والقدس تنظر إليها وتراقب تقلب الأجيال على صدرها. وكأني أرى جامعة القدس شابة بكبرياء المجد، لأنها تحتفظ بمفاتيح القدس في خاصرتها. جديلتها تمتد طويلاً لتتدفق شلالاً إلى الكنائس والمساجد. رائحتها مزيج من السريس والإقحوان والزيتون والعبهر. بيدها خطت جزءاً وما زالت من تاريخ فلسطين الأمجد. جامعة القدس لها نكهة خاصة ومذاق لا ينسى، تعبر بهما عن ذاكرة الزمان والمكان. هنا وهناك وفي كل جنباتها كان أمل وعمل، ضجيج ومقاومة، ابتسام وعشق، ونتاج مادي وفكري. هي نعم غريبة ومميزة هذه الجامعة، فقد جذب موقعها المقدسي قديماً أعراق وملل ونحل، وسكن فيها الكنعان والكلدان واليونان والرومان والبيزنط والفرس والعرب والإفرنج والكرد والترك وغيرهم مثلهم أكثر. كلهم تناحروا عليها وسفكوا الدم من أجلها وللاقتراب من حبات ترابها. هي غريبة من يومها، تحدثت إليها ذات يوم وقالت: أنا جواد عصي يكبو إذا رمش من يمتطي صهوتي، فبلغ عني من يعتبر. القدس بالرغم من جرحها تبتسم وتهديكم السلام بكل لغات حضاراتها الممتدة عبر 6000 عام وأكثر، وتتمنى لكم الأمن والسلام والتقدم والازدهار ولاجتماعكم هذا النجاح. وهي بلسانها الفصيح تتمنى أن يرفع الظلم عنها لتكون دوما حاضنة للسلم والسلام. والآن مع النشيد الوطني الفلسطيني، ومباشرة بعده وقفة إعزاز وشموخ لذكرى شهداء فلسطين ولشهداء أحرار العالم وقراءة الفاتحة على أرواحهم. Oh.
شكراً، تفضلوا بالجلوس. ليلة الأمس زرتها على ضوء القمر، عانقتني ابتسامتها، وأمام كبريائها انحنيت محبة وتواضعا. كان صمت مباح. من بين شعابها انزلقت عبر شريان برائحة الشهداء معطر، ووجدت نفسي مألوفا بين أقوام من البشر. من على هضبة معشوشبة مفتوحة إلى رحمة السماء رأيت دخانا منبعثا على غير اتجاه في الأثير، فأيقنت أن طقوس عبادة للتو قد بدأت، فأسرعت إليها المسير. ما أن وصلت حتى رأيت الجمال مجسد بامرأة عليها ملامح السيادة والأمارة، ترفع يداها منحنية القامة، وأمامها مذبح يعلوه كبش تأكله النار. تسمرت في مكاني، انتظرتها حتى من صلاتها فرغت، رمقتني بنظرة في قعرها استغراب، وربما خوف مخلوط بارتياب مما أرتديه من فاخر الثياب. فاجأتها قائلا: تقبل رب الأرباب منك الدعاء، ودانت لك يبوس وحصور وعك ومجد وتعناخ، وفاضت غلالك ببعل، وأبعد عنك الموت ما دامت لك رغبة في الحياة. اتسع بؤبؤ عينها وشقت شفتاها: من أنت؟ قلت: كما أنت هو أنا، وكما أنا هو أنت، عربي كنعاني. وإن اختلف صنع اليد للثياب، على الفور همست في أذني وصيفتها لتغادر، وجلسنا نحن الاثنان في ساحة المعبد وتجاذبنا الحديث عن البلاد. بعد وقت لا أحسبه بقليل وقفت فوقفت، وفي عين حصافتها جلست، وانطلقنا إلى حيث تدري ولا أدري. وما أن وصلنا بيتاً مميزاً ولكن ليس بالكبير، ومن حوله أناس مبتسمون، دخلنا وعبرنا إلى قاعة متسعة مليئة بالشيب والشباب، وصلنا. انحنى الجميع إلا واحداً بقي واقفاً بكبرياء المجد. عندها أيقنت أنه ملك يبوس. دنوت منه ووضعت يساري على يساره، فتدفق القلبان عشقا. خطوتان إلى الخلف ثم ثالثة، وقفت وقلت فيه وفي أرضه وشعبه قولا جميلا، ثم أجلسني إلى جواره: كيف هي الآن يبوس؟ قال سائلا: قلت: تعيش في الموت ما بين ميمه وتائه، مغتصبة، تبكي عند طلوع الشمس وعند المغيب، وتحاك لها في الدهاليز باستمرار صفقة، ولكن هي بالعلم من أحفادك تطورت، وبساتينها بأيديهم اخضرت، وشعابها بهممهم عمرت، وهم على أرض على أرضها في نضال متصل غير منفصل. واستمر الحديث حتى الفجر، وعندها قلت: سيدي مولاي، أتأذن لي بالانصراف؟ إني مسافر إلى يرحو، فالمسافة بعيدة وإن قصرت، والخبير يقطعون الطريق، إني مشارك في اجتماع هيئة المجالس 25، فهو يمتد على مدار يومين كاملين وما بينهما عشاء فاخر، وعلي أن أقدم 4 كواكب للجمهور المتدفق حباً لأرض كنعان. قال في حضرة الكاهن الأعظم وقائد الجندي وكاتب الديوان وشهبندر التجار وبقية علية القوم: أتبخل علينا وأنا جدك الأكبر في أن تسمعنا عن أحفادنا؟ كل هنا وسيسمع من هو في يرح وشخيمة وترزى وأغاريت. فقلت باعتزاز، والحروف تصنع في القلوب متكئة: الكوكب الأول من حبرون الخليل، منذ زمن امتشق السيف والقلم للدفاع عن العدل والعدالة،
وبه مقرون مصطلح اعتمد. درس الحقوق في كثير في أكثر من دولة، فجنى من رحيقها الطيب والأطيب. جادت قريحته بعدة مؤلفات وكتب. كان عميداً لكلية الحقوق، ومن ثم زاد حمله ليكون أميناً عاماً لهيئة المجالس. إنه الدكتور محمد الشلالدة المحترم، أستاذ القانون في جامعة القدس، والكوكب الثاني بأصوله من تخوم يافو. عشق مؤسسته فكان أميناً على خزائنها، ومنذ مدة تربع على عرشها. درس السياسة وعلومها، وجاد فكره عبقرية رواية ملحمية لها أصول. هو دائماً منشغل بالعمل والتفكير، وما أن يخرج من عرينه سفير حتى يدخله وزير، مشجع للعمل والعلماء، والكل عنده سواء. للقدس في قلبه ركن دائم الضياء، كيف لا وهي بوابة السماء. إنه الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك المحترم، رئيس جامعة القدس، مولاي. والكوكب الثالث رمز للوفاء والعطاء لبلاد كنعان. ولد وترعرع في يبوس، درس العلاقات الدولية والاقتصاد والسياسة، هضمها في بنات ذهنه بالقرب من عين سلوان، فولدت ريادة وسيادة، وعلى إثرها عشق ربة عمون، فتولى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي، ومن قبلها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني، وتقلد منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومنصب وزير المالية في الحكومة الأردنية الهاشمية، وغيرها كثير. إنه معالي الدكتور باسم عوض الله المحترم، ضيف الشرف لاجتماع هيئة المجالس 25. سيدي، والكوكب الرابع ولد في دمشق على مسافة النظر من أوغاريت، وأصوله من عاكر الولود في فضاء جيزر. درس في أمهات الجامعات وأبدع، تمرس في التقنيات الدقيقة والسياسة، اقترب من أبناء شعبه وقيادته الحكيمة فحبوه، وأميناً لسر المجلس الثوري لحركة فتح انتخبوه، حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قلدوه، وفوق هذا منصب وزير التربية والتعليم باعتزاز أعطوه. من طبعه أن يبتسم عند الشدة، وفي قراره حكمة. إنه معالي الدكتور صبري صيدم المحترم، وزير التربية والتعليم العالي، وممثل فخامة الرئيس الفلسطيني حفظه الله في اجتماع أريحة. ما إن انتهيت حتى قام بكبرياء، وقام الكل فنظر في وجوههم: هؤلاء نعم أحفادي، يبوس لا تيبس، وإن جار الزمان عليها. ثم خطب طويلا وعيناه تشع نور، وفي نهاية خطابه قال: وإن غابت أيدينا عن مصافحتكم فإن أرواحنا تعانقكم. اعلموا أيها الجمع أن القادة الحقيقيون لا يصنعون أتباعا لهم، وإنما مزيداً من القادة. عندما انتهى ودنا أجل الانصراف، لم نمت رائحتي معتذراً لأغادر. ضرفت دمعة تحممت فيها وتنشفت بنور، قلت: عذرني سيدي. فاستأذنت وسلمت وودعت، وقافلاً على جناح السرعة عبر شريان الأغوار إلى أريحة رجعت حتى لا أتأخر عنكم. ومع باكورة طيب الكلام نبدأ مع الدكتور الشلالدة المحترم ليعتلي المنصة، فليتفضل. شكراً للدكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ ممثل فخامة رئيس دولة فلسطين معالي الدكتور صبري صيدم. الأخ ضيف الشرف معالي الدكتور باسم عوض الله
نائب رئيس مجلس أمناء جامعة القدس، الأخ رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، العلماء الأجلاء، الأساتذة الباحثون، الإخوة وأعضاء الأمانة العامة لهيئة المجالس، الإخوة وأعضاء هيئة المجالس، الإخوة الطالبات والطلبة الأعزاء، الإخوة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسمي وباسم أعضاء الأمانة العامة لهيئة المجالس أرحب بكم أجمل ترحيب في جامعتكم جامعة القدس، وأنتم تشاركون في اجتماع هيئة المجالس 25 والذي يعقد تحت عنوان الشراكة ما بين القطاع الخاص وجامعة القدس. واسمحوا لي باسم الأمانة العامة لهيئة المجالس أن أرحب ترحيباً حاراً لممثل رئيس دولة فلسطين معالي الأخ الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، والذي يعمل على تطوير وتعزيز المسيرة الأكاديمية في الجامعات. كما وأرحب بمشاركة ضيف الشرف لهيئة المجالس معالي الدكتور باسم عوض الله لدوره الإيجابي والفعال في دعم وتطوير جامعة القدس. كما وأشكر الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس الجامعة الذي يرعى اجتماعنا 25 والذي تابع خطوات الإعداد له وإنجاحه. ينعقد هذا الاجتماع بشأن الشراكة بين القطاع الخاص وجامعة القدس على أساس التعاون والشراكة بين الطرفين في عدة مجالات لتحقيق منافع وفوائد متعددة لكلا الطرفين. فالجامعات تسعى للحصول على دعم مالي ومادي يساعدها في تطوير أدائها وضمان جودة مخرجاتها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات، والتي تعد بدورها جزءاً أساسياً من خلال منظمات الأعمال للقطاع الخاص، مما يساهم في تطوير وتحسين مستوى أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها، وتعزز من مركزها التنافسي في السوق، وهو ما دفع العديد من منظمات الأعمال في القطاع الخاص إلى الدخول والاستثمار في قطاع التعليم العالي. أيها الإخوة الأعزاء، يكمن انعقاد هذا الاجتماع في تعزيز وتطوير المساهمة الفعالة بين جامعة القدس والقطاع الخاص للمشاركة في الأفكار والخبرات وتطوير برامج شراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لغايات النهوض لدفع عملية النمو والتطوير والابتكار في تنمية الاقتصاد الوطني. فمن أجل ذلك ينعقد هذا الاجتماع الذي تضافرت من أجله جهود كبيرة شارك فيه أساتذة وخبراء من القطاع الخاص أصحاب تجربة غنية. فعدد أوراق العمل التي قدمت لهذا الاجتماع قد بلغت 14 ورقة عمل، وكل أوراق العمل التي قدمت إلى هذا الاجتماع يجمعها 4 محاور. الأول، متطلبات الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص. الثاني، آفاق الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص. الثالث، تجارب شراكة بين الجامعة والقطاع الخاص. الرابع، آليات تطوير الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في ضوء أهداف التنمية المستدامة. أيها الأخوة الأعزاء، إننا نبارك للباحثين والمشاركين عامة بجهودهم المباركة، ونتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بمجموعة من النتائج والتوصيات لما فيه خدمة لتطوير وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير في المجتمع. وأنتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر والعرفان باسم الأمانة العامة لهيئة المجالس للأخ معالي وزير التربية والتعليم العالي لحضوره هذا الاجتماع ممثلاً لسيادة رئيس دولة فلسطين، كما وأقدم شكري الجزيل إلى ضيف الشرف معالي الدكتور باسم عوض الله، كما أقدم شكري إلى الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس الجامعة الذي قدم لاجتماعنا كل الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع. وأخيراً، فباسمي وباسم الأمانة العامة لهيئة المجالس
أكرر شكري وتقديري للباحثين الكرام والمشاركين عامة وكل الضيوف الكرام من الإخوة والأخوات حفظهم الله جميعا، وأشكر الأخ الأستاذ ليث عرفة مساعد الرئيس للاتصال والتنمية وكافة الإخوة في دائرة العلاقات العامة على جهودهم قبل الاجتماع وبعده، وأشكر السكرتيرة التنفيذية لهيئة المجالس الأخت هنا اللبدي لمساهمتها الفعالة في إنجاح الاجتماع، وكل الشكر والتقدير إلى زملائي أعضاء الأمانة العامة لهيئة المجالس لمشاركتهم ومساهمتهم الفعالة في هذا الاجتماع. الإخوة الأعزاء، اسمحوا لنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى فخامة السيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن حفظه الله على رعايته لمؤتمرنا ودعمه الكبير لجامعة القدس ومدينة القدس كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية. إن الأمانة العامة لهيئة المجالس لترجو صادقة أن تكون قد وفقت للإعداد لهذا الاجتماع، كما أنها تأمل للاجتماع أن يوفق في أعماله وأن يتوصل إلى ما يحقق هدفه الرئيس في تدارس سبل تطوير وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعة. وفي الختام أتمنى لأعمال اجتماعكم 25 التوفيق والنجاح، ولكم دوام الصحة والرفاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً، وتفضل بالعلم بأن كهنة المدينة قد حركوا من أجلك ومن أجل حبرون الخليل البخور، وصلوا لكي عبق رائحته على طول الزمان تدوم. يعتمد. والآن مع الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك المحترم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ الدكتور صبري صيدم ممثل السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله ووزير التربية والتعليم العالي، معالي الأخ الدكتور باسم عوض الله نائب رئيس مجلس أمناء جامعة القدس ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي وضيف الشرف لاجتماع هيئة المجالس 25 لجامعة القدس، الإخوة أعضاء مجلس الأمناء الأفاضل، الأخ الدكتور محمد الشلالدي الأمين العام لهيئة المجالس، الزميلات والزملاء، الأخوات والإخوة الحضور، يشرفني أن أكون بينكم اليوم في اجتماع هيئة المجالس 25 بعنوان الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص، ويسعدني أن يكون بيننا اليوم في هذا الاجتماع لهيئة المجالس الأخ الحبيب الدكتور باسم عوض الله نائب رئيس مجلس الأمناء، والذي يحضر ويشاركنا لأول مرة في اجتماع هيئة المجالس. فباسمكم جميعا دعوني أرحب بمعالي الأخ الدكتور باسم عوض الله ابن القدس، ونوجه له شكرنا كإدارة وعاملين على مواقفه البناءة وعمله الدؤوب للنهوض بجامعة القدس. فهو صاحب فكرة خطة الاستقرار المالي في جامعة القدس، فقد قام معاليه بالعمل معنا للنهوض وتحقيق الاستقرار في جامعة القدس منذ اليوم الأول الذي تفضل وشرفنا بعضويته في مجلس أمناء جامعة القدس، واقترح تكليف شركة برايس ووتر هاوس كوبر لإعداد الخطة، ووفر التمويل المطلوب للتعاقد مع الشركة، ثم بذل جهودا خارقة في إقرار الخطة في مجلس الأمناء وتسويقها لدى المانحين والممولين وتوفير الدعم المطلوب لإنجاحها وتذليل كل العقبات التي واجهتنا خلال عملية التنفيذ.
ومنذ أن تم تكليفي رئيسا لجامعة القدس كان أخي معالي الدكتور باسم عوض الله نعم الأخ والسند والداعم والمعين لنا في عملنا الدؤوب لتبقى جامعة القدس قلعة أكاديمية علمية متميزة نعتز بها ونفخر. دعوني أتحدث بعجالة عن أهم الإنجازات التي حققتها جامعة القدس من العام الأكاديمي 2014-2015 وحتى تاريخه. فيما يخص مشاريع البنية التحتية وتطوير مختبرات الجامعة التعليمية والبحثية، فقد بلغ مجموع ما حصلت عليه الجامعة حوالي 45 مليون دولار أمريكي، وهذا يشمل مشروع الدراسات الثنائية بقيمة 6.6 مليون دولار من الحكومة الألمانية، والذي يستهدف تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص الفلسطيني والجامعة، إذ يبدأ الطالب في هذا البرنامج منذ اليوم الأول لالتحاقه بالجامعة بالجمع ما بين الدراسة الأكاديمية والتدريب والعمل في الشركة الشريكة. ونعمل الآن في 3 تخصصات، في الإدارة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ويتم التوسع لإضافة تخصصات إضافية بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني وشركائنا الألمان. وقد بلغ عدد الشركاء عن الشركات الشريكة من القطاع الخاص الفلسطيني الملتزمة معنا 130 شركة، ونطمح لتوسيع هذه الشراكة وتعزيزها، وسنبذل مزيدا من الجهد سويا لربط مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الفلسطيني وسوق العمل. ونشكر في هذا المجال أيضا الدكتور باسم عوض الله على التمويل الذي حصلنا عليه بجهوده الخيرة والمباركة مع الحكومة اليابانية وصديقه عضو البرلمان ووزير الخارجية الياباني الحالي السيد تارو، بحصولنا على مبلغ 6.5 مليون دولار لتطوير مختبرات الجامعة وتزويدها بالمواد والاحتياجات والمستهلكات المطلوبة لتلك المختبرات. أما بخصوص المشاريع البحثية والتطويرية فقد بلغت ما يزيد عن 4.6 مليون دولار أمريكي لتعزيز البحث العلمي والتطوير الأكاديمي في الجامعة. ولا بد لي في هذا المجال أن أذكر بحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم أن جامعة القدس قد تبنت بناء ثقافة الإبداع والإنتاج كتوجه يتم من خلاله مراجعة وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في الجامعة لتحديد مخرجات التعليم والتعلم التي تستجيب لعوامل ومتطلبات المنافسة وتحفز البحث العلمي والإبداع لتكون رافعة ثقافية واقتصادية وعلمية وتحقق التميز التربوي والاستدامة وبيئة أكاديمية محفزة للابتكار والإبداع والتميز والبحث العلمي. نعم، نعمل من جامعة القدس على التطوير المستمر لكلياتنا ومناهجنا ومساقاتنا الأكاديمية من خلال استحداث برامج جديدة وإدخال وسائل تعليمية وتكنولوجية حديثة وتشجيع البحث العلمي والإبداع وزرع روح الابتكار والتجربة في طلبتنا، ومن خلال المراجعة المستمرة لربط الجامعة بمجتمعها المحلي وخلق شراكة حقيقية بين الجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعناها مع العديد من الجامعات العربية والعالمية. وأشير هنا أنه تم بناء شبكة القدس البحثية للإبداع والإنتاج من خلال صندوق وقفية القدس للبحث العلمي وجودة التعليم، والشراكة التي تم تأسيسها ما بين جامعة القدس والجامعة الأردنية ومؤسسة منيب المصري للتنمية بهدف دعم البحث العلمي والإبداع والابتكار وجودة التعليم. وقد تم إعداد تعليمات جديدة لتحفيز البحث العلمي والإبداع على أساس الإنتاج العلمي المتمثل بالمنشورات العلمية في مجلات علمية عالمية محكمة، وعلى أساس تطوير الأبحاث المنتجة القابلة للتحويل إلى منتج، إلى جانب الإعلان عن مسابقات متعددة لجمع الأفكار البحثية والإبداعية وتبنيها وتمويلها. ويتم حالياً التأسيس لمجلات علمية محكمة وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية المعتمدة بهذا الشأن. كما تم البدء بتنفيذ مشروع صندوق
منح وإكراد الطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والجامعة الأردنية، ومشروع دعم التعليم في القدس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مدينة القدس. وتواصلنا مع رجال الأعمال والمؤسسات على مستوى العالم العربي بهدف تحفيز البحث العلمي وجودة التعليم لما له من انعكاسات على التطور والنمو الاقتصادي. وعملنا على أن تكون جامعة القدس مرجعية تحفيز والنهوض بالبحث العلمي والإبداعي في الجامعات الفلسطينية، وأن تكون الجامعة الأردنية المرجعية فيما يخص الجامعات الأردنية، لنعمل سوياً ومع الجامعة الأمريكية في بيروت على ربط رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين والعرب وتحفيزهم لتبني الأفكار الإبداعية لتطوير وإنتاج المعرفة في الحقول التي يعملون بها، لخلق بيئة بحثية منافسة أسوة بالدول الصناعية الكبرى لتطوير اقتصادنا والاعتماد على ذاتنا، وأن نكون مساهمين فاعلين في التقدم والتطور العالمي وليس متلقين. وأذكر هنا أيضا مشروع كلية فاروق الشامي للفنون والجماليات بتمويل من رجل أعمال السيد فاروق الشامي، وهي كلية مهنية أكاديمية متخصصة مرتبطة باحتياجات السوق، وقد حققت نجاحا باهرا في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وها نحن في جامعة القدس ننقل هذه التجربة الرائدة إلى فلسطين ليكون لنا السبق والريادة، وكون جامعة القدس هي الأكثر تأهيلاً للقيام بذلك. وأذكر أيضاً المركز الفلسطيني الهندي للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتمويل من الحكومة الهندية، كما تم الانتهاء من كافة التحضيرات وتوفير التمويل المطلوب لإقامة حاضنة الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني في قصر الحمراء بشارع صلاح الدين في القدس الشرقية، والتي تم تصميمها لتتسع لعدد 210 وحدة من المسرعات التكنولوجية لخلق فرص عمل وتنمية وتمكين أهلنا في القدس الذين هم بأمس حاجة لذلك. والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أن نسبة الفقر بين أهلنا في القدس تصل إلى 84%، وهذا يحتم علينا في جامعة القدس القيام بما هو مطلوب اتجاه أهلنا في القدس، كوننا المؤسسة الأكبر في القدس وجامعتكم جامعة العاصمة تتحمل مسؤولية خاصة بهذا الشأن. وهناك غيرها الكثير يستهدف النهوض بالعملية الأكاديمية وتحقيق التميز الذي ننشده في جامعتكم جامعة القدس. وعقد في جامعة القدس المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية بحضور نخبة متميزة من الأكاديميين من تركيا وفلسطين، وحضور سياسي مميز أيضا في إطار الشراكة والتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي في المجالات كافة بين جامعة القدس والجامعات التركية، وبحضور العديد من رؤساء الجامعات التركية والباحثين الأتراك المميزين، أذكر منهم على سبيل المثال للحصر الأستاذ الدكتور إبراهيم أصلان رئيس جامعة غازي العريقة، والأستاذ الدكتور محمد دورسون رئيس تحرير دورية الدراسات التركية المتميزة، والتي تنشر أبحاث محكمة تثري اليوم المكتبات في كافة دول العالم والإقليم. كما تعلمون إخوتي وأخواتي، في جامعة القدس هي الأولى فلسطينياً في البحث العلمي، وما يميزها أيضاً المجمع الطبي بكلياتها المختلفة، الطب البشري وطب الأسنان والصحة العامة والمهن الصحية والصيدلة، وما وصل إليه من تميز وتطور وتراكم الخبرة والمعرفة. ونسعى اليوم بالشراكة مع العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي لتأسيس شركة مدينة جامعة القدس الطبية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة الطبية والدوائية، والتي سيذهب ريعها لتمويل الأبحاث العلمية في المجالات الحيوية، والتي من شأنها تحسين نوعية الخدمات المقدمة في هذا القطاع وإيجاد فرص عمل ومصادر لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني. الزميلات والزملاء، الضيوف الكرام، أما بخصوص تقييم الأداء المالي للجامعة وفقا لخطة الاستقرار المالي للعامين 2016-2017، فقد كلفنا شركة برايس ووتر هاوس كوبر بإعداد هذا التقرير كجهة محايدة، وكونها هي من قامت بإعداد هذه الخطة لتقييم ما تم إنجازه
ومدى التزام الجامعة ببنود هذه الخطة، وقد استلمت ولقد استلمت التقرير اليوم فقط، وسيتم تقديم نسخة من هذا التقرير لمعالي الأخ الدكتور باسم عوض الله الراعي الأمين لخطة الاستقرار المالي. وأشير هنا أن التقرير يقدم عرضاً تفصيلياً لما تم إنجازه وما كان مخطط له وما تم تحقيقه فعلاً، وأذكر هنا بعض هذه المؤشرات التي تحدث عنها هذا التقرير. أولاً، بالنسبة لإعداد الطلبة في الجامعة، فقد وصل في العام الأكاديمي 2017-2018 إلى 12660 طالب وطالبة، وبزيادة بنسبة 2% عما كان مستهدف حسب الخطة. 2، أما متوسط الرسوم الدراسية للساعة المعتمدة في العام 2017 فقد ارتفع إلى 78.8 دينار في المتوسط للساعة المعتمدة، بزيادة بلغت 31.4% عما كانت عليه في العام 2015. 3، أما بالنسبة لعدد العاملين أكاديميين وإداريين فقد انخفض من 1193 موظف وموظفة في العام 2015 إلى 997 في العام 2017، وبذلك فقد تم تحقيق 79% مما كان متوقع تحقيقه في الخطة، أي أقل ب 21% مما هو مطلوب، وذلك لعدم توفر التمويل المطلوب لدفع مستحقات نهاية الخدمة للعاملين الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم. وقد حصلنا على قرض طويل الأجل بقيمة 35 مليون دولار أمريكي، وذلك لإعادة جدولة مديونية البنوك، والبالغة 18 مليون دولار، واستخدام المبلغ المتبقي لتسديد مستحقات نهاية الخدمة حتى تاريخ 31/8/2018 استكمالاً لخطة الاستقرار المالي، ونتوقع بذلك أن نحقق المستهدف حسب الخطة في العام 2018 وتجاوز العقبات التي واجهتنا في العامين السابقين من عمر الخطة. 4، أما بخصوص إجمالي الرواتب فقد انخفضت من 21,659,000 دينار في العام 2015 إلى 20,042,000 دينار في العام 2017، وبذلك نكون قد حققنا 168% مما كان مستهدفا في العام 2017 وهو 20,697,000 دينار، أي تم تخفيض فاتورة الرواتب والأجور ب 655,000 دينار عما كان مستهدفا في العام 2017. 5، أما بالنسبة للتمويل الخارجي المطلوب لخطة الاستقرار المالي وهو 100 مليون دولار أمريكي، أي 20 مليون دولار سنويا، فقد حققنا في العام 2016 ما قيمته 11.1 مليون دينار أردني و7.4 مليون دينار أردني في العام 2017، أي حوالي 26 مليون دولار أمريكي. وأذكر هنا أننا بذلك نكون قد حققنا 43% مما هو مستهدف في الخطة للعامين 2016 و2017. ولو أخذنا إجمالي الإيرادات بما في ذلك تلك المقيدة لأغراض محددة وغيرها نكون قد حققنا 77% من المستهدف في الخطة. 6، ولا بد لي من أن أذكر هنا أنه بناء على اقتراح الأخ الدكتور باسم عوض الله والذي اعتمده مجلس الأمناء، فإن المنح والمساعدات الخارجية المستهدفة سنويا تم تحديدها بخمسين مليون دولار، أي 10 مليون دولار سنويا، على أن يتم لاحقا وبجهوده المباركة توفير 50 مليون دولار الأخرى المطلوبة لتغطية الالتزامات الخاصة بحقوق العاملين ومكافأة نهاية الخدمة لهم، والقرض بقيمة 35 مليون دولار يصب في هذا الهدف المطلوب، مما يمكننا في الفترة القادمة من الحصول على التمويل المطلوب لتغطية الأقساط المترتبة عليه وتغطية باقي الالتزامات. 7، أما بخصوص النفقات خلال العامين 2016-2017 فأستطيع أن أجمل أنه بناء على تقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبر حققنا 56% من المستهدف حسب الخطة، آخذين في الاعتبار المحددات التي ذكرناها، وهذا يدل
على نجاح الجامعة رغم كل الصعوبات وفي النمو والتطور وتحقيق أعلى درجات من الالتزام بخطة الاستقرار المالي للنهوض بالجامعة وتمكينها من تحقيق أهدافها. لن أطيل عليكم، وفقط أردت أن أذكر بعض من إنجازات الجامعة وما نقوم به، وهناك الكثير. وأود في ختام كلمتي أن أؤكد للإخوات والإخوة الزميلات والزملاء في جامعة القدس إلى أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا جهودكم جميعا وعملنا المشترك والدؤوب كأسرة واحدة، وهذا الشعار الذي رفعناه منذ البداية. أسرة جامعة القدس ومشاركتكم ودوركم الكبير والبناء. وأقول للإخوة الضيوف جميعا والحضور الكريم لاجتماع هيئة المجالس، هذا وعلى رأسهم الأخ الدكتور باسم عوض الله والدكتور صبري صيدم والجميع، نشكركم من قلوبنا على حضوركم وتشريفكم لنا. وأود أن أحيي من قلبي باسم القدس مدينة وجامعة كل من قدم ويقدم لهذه الجامعة لتبقى قلعة علمية وأكاديمية ووطنية نضالية رائدة وشامخة في قلب القدس. شكرا لكم جميعا، ودمتم سندا وذخرا للقدس والجامعة. شكرا، وتفضل بالعلم بأن شيوخ المدينة لك على ظاهر جبل بازيتا كانت مرارة علم وصومعة ورصفتها بدرر الكون المعتقة. والآن مع معالي الدكتور باسم عوض الله المحترم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم، ممثل فخامة رئيس دولة فلسطين، سعادة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، السيدات والسادة أعضاء هيئة مجالس الجامعة وممثلي القطاع الخاص، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تسمحوا لي بالبداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لأسرة جامعة القدس على تشريفي بالتحدث في الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع حول الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص. كما أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأخوات والإخوة الحضور ولكل من أسهم في التحضير لهذا الملتقى الهام، والذي يأتي في وقت عصيب تتسارع فيه التحديات والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني بشكل عام والمقدسي على وجه التحديد، وهي تحديات ومخاطر تستدعي منا جميعا وحدة الصف وتكاتف الجهود والمبادرة والعمل الدؤوب، كل في مجال اختصاصه، لكل ما من شأنه تحقيق أهدافنا الوطنية العاجلة والآجلة. الأخوات والإخوة الحضور، عند تسلمي لرسالة الدعوة الكريمة لمشاركتكم والتحدث في هذا الاجتماع، قمت بالتواصل مع اثنين من أبرز المفكرين الرياديين في المنطقة للاستفادة من تجاربهم الريادية الناجحة والبناء عليها، وهم السيد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أشهر رجال الأعمال الرياديين الناجحين، والذي لعب دوراً بارزاً في تطوير وتنفيذ العديد من المبادرات الريادية التي أوصلت دبي إلى مستويات تقدم تضاهي ما تم تحقيقه في الدول المتقدمة، وكان آخرها إطلاق منصة نون للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم، تم تطويرها لتقديم حوالي 20 مليون منتج للعملاء. وأود أن أنقل لكم أن الأخ الفاضل محمد العبار أكد لي دعمه الكامل لجهدكم الوطني المتميز
الرامي لمأسسة الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص، وطلب مني أن أنقل لكم مبادرة شركة إعمار وشركة نون بتوفير 20 فرصة عمل للمتفوقات والمتفوقين من خريجي جامعة القدس، وهو دعم يضاف للدعم المالي المقدم من شركة إعمار لتمويل جزء من خطة الاستقرار المالي لجامعة القدس والبالغ 5 مليون دولار أمريكي. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ أبو راشد على جهوده المخلصة وحرصه الشديد على دعم جامعة القدس وتمكينها من خدمة القدس والمقدسيين. الشخصية الريادية الثانية التي قمت باستشارتها هو السيد فادي غندور، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ومضة كابيتال التي تقدم منصة متعددة البرامج تهدف إلى تسريع وتعزيز البيئات الحاضنة لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يبخل الأخ فادي علي بالنصيحة واقترح مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تعزز أفق نجاح الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص، إضافة إلى مساهمته أيضاً في دعم خطة الاستقرار المالي لجامعة القدس. الأخوات والإخوة الحضور، لا يختلف اثنان على أهمية موضوع هذا الاجتماع والدور الكبير والقيمة المضافة الهائلة للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الشراكة هي عنصر حاسم في تنمية المهارات والقدرات للشعب الفلسطيني، وهي ركيزة أساسية لتوليد المعرفة واكتسابها وتوطينها، وهي متطلب رئيسي لتعزيز روح الابتكار والمبادرة والإبداع للشباب الفلسطيني، وهي محور أساسي لقياس مستوى تقدم الجامعة وتطور مخرجاتها البشرية والعلمية ومساهمتها في خدمة المجتمع، وهي ضرورة قصوى لتطوير وتحفيز أداء وربحية الشركات وقدرتها على ابتكار المنتجات الجديدة وتطوير ما هو قائم منها. وقد أثبتت كافة الدراسات وجود علاقة إيجابية قوية بين مستوى التعاون والشراكة بين الشركات والجامعات ومستوى إنتاجية وربحية الشركات على المدى الطويل. وهنا أود أن أضيف لذلك وأقول إن نجاح هذا النوع من الشراكات في هذه المدينة المقدسة له معاني وأبعاد أخرى قد لا تتواجد في أي مكان آخر في العالم، أبعاد سياسية تتعلق بحماية الهوية والوطن والتاريخ. الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص يمكن أن تجسد النموذج والقدوة لتلاحم وتعاضد الشعب الفلسطيني ووحدة موقفه وهدفه، وتجسد الإرادة والعزيمة التي لا تلين للبقاء والصمود والتطور، والإيمان الراسخ بحق وقدرة الشباب الفلسطيني على تحقيق مستقبل أفضل رغم كل ما يعانيه من ممارسات عدوانية وإجرامية لأبشع احتلال شهده التاريخ. الأخوات والإخوة الحضور، أين نحن من ذلك الآن؟ تعلمون جميعاً أن الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في المنطقة العربية ككل كما هو في المناطق الفلسطينية أيضاً من أكثر النماذج تخلفاً على مستوى العالم. في واقع الحال لا يوجد شراكة حقيقية، وما هو موجود في المجمل هو تعاون قصير الأمد وغير مؤسسي وغير مثمر وفي مجالات محدودة لم ترقى إلى مستوى الشراكة، وكافة المؤشرات تدل وتثبت ذلك كما يلي: وجود فجوة واسعة بين الجامعات والقطاع الخاص، حيث بلغ متوسط علامة الدول العربية في مؤشر التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير 3.4 من أصل 7 بالمقارنة مع علامة 5.7 في إسرائيل. غياب الاهتمام بالبحث والباحثين لدى كل من الحكومات والجامعات والمراكز البحثية وحتى شركات القطاع الخاص، وقد بلغ متوسط علامة الدول العربية في مؤشر عدد الباحثين في الشركات التجارية لكل 1000 فرد من السكان 19.8% مقارنة بعلامة 100 في إسرائيل، ومتوسط عدد الباحثين المتفرغين 788 باحث لكل 1,000,000 مواطن
بالمقارنة مع 8255 باحث في إسرائيل. ضعف مشاركة الحكومات والقطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، حيث لا يتجاوز متوسط الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية 0.53% من الناتج الإجمالي المحلي، مقارنة مع 4.3% في إسرائيل. عدم وجود فلسفة واضحة لدعم البحث العلمي، ومحدودية قنوات وآليات التواصل والاتصال بين شركات القطاع الخاص والمراكز البحثية، وضعف معرفة القطاع الخاص بالمعلومات والإمكانيات المتاحة للجامعات والمراكز البحثية، عدم إدراك الجامعات وشركات القطاع الخاص لأهمية الشراكة بينهما على المدى الطويل، وهو ما يؤدي إلى التركيز على تحقيق نتائج التجارية الآنية والسريعة في الشركات وعلى البحوث الأساسية في الجامعات فقط، ويحد من تراكم عوائد الشركة على الشركات على المدى الشراكة على المدى الطويل واستدامتها. تحديات غياب سياسة استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي وما يترتب عليها من معيقات قانونية وتشريعية وتنظيمية وإدارية وطبعا تمويلية. الأخوات والإخوة الحضور، تحديات التعاون والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص كبيرة وهيكلية في كافة أنحاء العالم العربي وهنا في القدس وفي فلسطين، وهي تحديات أكبر عمقاً وأكثر تعقيداً وذات أبعاد أوسع، لأن الجامعات وشركات القطاع الخاص والحكومة والمجتمع تعيش في ظل ظروف وبيئة سياسية واقتصادية وأمنية تفرض تحديات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعمل على إفشال أي جهود للتعاون والشراكة في المجتمع الفلسطيني، ويتجلى ذلك في الممارسات اليومية لسلطات الاحتلال والقيود التي تفرضها على حركة الأفراد ورأس المال والفكر، وفي تداعيات تردي الواقع الاقتصادي والمالي على الجامعات والقطاع الخاص وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف. وفي هذا المجال ورغم تفاقم التحديات، إلا أنني أعتقد جازما أن فرص نجاح الشراكة بين جامعة القدس وشركات القطاع الخاص الفلسطيني واعدة، فقد اعتاد المواطن الفلسطيني وبالتحديد المقدسي على العيش والتكيف مع الظروف والتحديات وقسوة الحياة، ويملك الإرادة والتصميم لمواجهة هذه التحديات مهما كبرت وتحويلها إلى فرص، ولكن هذا يتطلب العمل بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية والمبادرة والتفكير العملي وغير التقليدي لإنجاح هذه الشراكة. إن الحديث حول الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص يتجاوز المفهوم التقليدي وحتى العالمي للشراكة بين الجامعات ومؤسسة القطاع الخاص، فما تقوم به الجامعة من مهام كما بين الدكتور عماد وما تتطلع وتسعى لتحقيقه من أهداف يتجاوز مهام وأهداف الجامعات العربية والعالمية. اليوم جامعة القدس تطلع بأدوار تتجاوز دورها التقليدي لتشمل مهام وأهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية كبيرة. جامعة القدس هي الموظف الأكبر للعمالة الفلسطينية في القدس، وهي المساهم الأكبر في خدمة العمل الاجتماعي في القدس، وهي من أهم المؤسسات التي لها قيمة مضافة نوعية ومرتفعة في الاقتصاد الفلسطيني في القدس، والأهم من ذلك أن لها دور سياسي وثقافي في غاية الأهمية لتعزيز صمود أهل القدس وتثبيت الهوية العربية داخل مدينة القدس، كما أنها تقوم بالدور الأبرز في توجيه وتأهيل الشباب الفلسطيني المقدسي للتعايش مع ظروف الاحتلال وما يفرزه من تحديات وقيود، والاستثمار في طاقات الشباب الفلسطيني الطموح والريادي لتحويل هذه التحديات إلى فرص. وهذه الأدوار والمهام المتشعبة للجامعة تهيئها لتكون بوابة ومنصة رئيسية للتواصل مع الفلسطينيين في الشتات وتعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في الدفاع عن المصالح الوطنية الفلسطينية، وضمن إطار ما يعرف بمنظومة الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص. ووفق هذه المنظومة سأقوم بطرح مجموعة من المقترحات والأفكار والمبادرات بشكل سريع. أولاً،
إمكانية تطوير مبادرة للاستفادة من التعاون والتشارك بين العملاء بين العلماء والباحثين الفلسطينيين في الداخل وفي مختلف أنحاء العالم لتجميع أكبر قدر وأفضل نوعية ممكنة من العلماء والباحثين الفلسطينيين والعرب لتأسيس هيئة أو مجلس استشاري عالمي يتولى تقديم وتجميع الدعم الفكري والمالي للعلماء والباحثين والطلبة الفلسطينيين للنهوض بقدراتهم البحثية والإبداعية وربطها باحتياجات شركات القطاع الخاص الفلسطيني وحتى الشركات العربية والعالمية، بالإضافة إلى انطلاق العلماء والباحثين الفلسطينيين لمستويات عالمية. ثانياً، إطلاق مبادرة للتواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين والشركات الفلسطينية في الداخل وفي مختلف أنحاء العالم لتأسيس صندوق الدعم الفكري والريادي في جامعة القدس بحيث يساهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار في الطاقات البحثية والفكرية الريادية للشباب الفلسطيني وتحويلها لمنتجات ريادية تعود بالنفع على كل من الطلبة والباحثين والجامعة والمجتمع الفلسطيني ككل. ومن المقترح أن تشمل هذه المبادرة إتاحة الفرصة للطلبة والباحثين في جامعة القدس لإجراء بحوث وتطبيقات في مختلف الشركات والأنشطة الاقتصادية في الداخل والخارج وتوفير البعثات الدراسية والعلمية للطلبة الرياديين غير المقتدرين وتمويل تأسيس مركز للتميز والإبداع في الجامعة يعمل على تطوير وتسويق الأفكار والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة وتحويلها لنشاط تجاري أو لشركات ناشئة. ثالثاً، تطوير آفاق التعاون والشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص خارج منظومة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، فهذا من شأنه أن يضفي الطابع المؤسسي على عملية المشاركة ويتيح الفرصة للخروج من بوتقة الحرم الجامعي النظري إلى العالم الحقيقي العملي. وهنا تأتي أهمية برامج التدريب الإلزامية والمشاركة الفاعلة فيما يسمى بدراسات الحالة ومعالجة تحديات تواجه الشركات المحلية والإقليمية case studies والبحث والتطوير لتحسين كفاءة ما هو قائم من خدمات وتطوير منتجات جديدة مبتكرة. رابعاً، الحاجة لإعادة النظر في مقاييس الأداء للخريجين. التحصيل الأكاديمي ودرجات الاختبار للطلبة مهمة للغاية، ولكن في عصر الثورة الصناعية الرابعة لم تعد معرفة الطلبة والخريجين مهمة بقدر أهمية ما يمكن فعله بهذه المعرفة من تطوير وابتكار. فالتحدي الأكثر أهمية اليوم هو تخريج الطلبة الجاهزين للابتكار والتطوير. خامساً، تخريج الطلبة الجاهزين للابتكار والإبداع يتطلب إعادة النظر بالعملية التعليمية وتوجيهها لتنمية مهارات محددة لدى الطلبة: مهارات التفكير الناقد وحل المشاكل، مهارات القيادة عبر المعرفة والتأثير، مهارات القدرة على التكيف مع المستجدات والتطورات، تطوير المهارات الإبداعية والريادية الذاتية للطلبة وتنمية قدرتهم على العثور على حلول إبداعية مبتكرة لمشاكل واقعية تواجه الشركات أو المجتمع، مهارات التواصل والاتصال الشفهية والكتابية الفعالة، مهارات الوصول إلى المعرفة وتحليلها واستغلالها، تنمية قيم حب الاستطلاع والتخيل والحلم باعتبارها الأساس لكل ما هو جديد وإبداعي. سادساً، لا يمكن أن تنجح الشراكة بين الجامعات وبين القطاع الخاص بغياب الدوافع والحوافز والإدراك الحقيقي لجدوى وأهمية الشراكة لكلا الطرفين وللمجتمع الفلسطيني بأسره. وأعتقد أن هناك قصور واضح في هذا المجال، وهو ما جعل من مسألة الشراكة تقتصر على آليات قصيرة الأمد كما أسلفت تتعلق بالرغبة في تحقيق العائد السريع. هناك الكثير مما ينبغي فعله لتوضيح هذه الدوافع والتوعية بأهمية هذه الشراكة ودفعها للأمام. وبصفتي عضوا في مجلس أمناء جامعة القدس، فإنني أتقدم لأسرة الجامعة بعدد من المقترحات السريعة التي يمكن أن تدفع هذه الشراكة لمستويات مؤسسية.
1- العمل على تطوير دليل سنوي بالفرص الحقيقية المتاحة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني والعالمي وجدوى ومقومات نجاح هذه الفرص. 2- إعادة النظر بأنظمة الحوافز والمكافآت للباحثين والطلبة لربطها بالتعاون والشراكة المؤسسية وليس الفردية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعربية والعالمية. 3- دعم وتطوير إدارة الملكية الفكرية في الجامعة لتحسين إدارة أنشطة البحوث وتوجيهها لخدمة أهداف الشراكة مع القطاع الخاص. 4- الانفتاح الكامل على شركات القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بنشر الأبحاث والمعلومات والبيانات وإتاحة الفرصة لهذا القطاع لاستخدام مرافق ومعدات وإمكانيات الجامعة البحثية وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير البرامج والمناهج والخطط الدراسية. هناك العديد من التجارب الناجحة والنماذج العالمية التي يمكن محاكاتها، ومن هذه الأمثلة الشراكة المؤسسية القائمة على تأسيس مراكز تميز دائمة للشركات في الجامعات، ولا شك في أن من أفضل النماذج المقترح دراستها في هذا المجال نموذج شركة سيمنز الألمانية في تأسيس مراكز تميز وتبادل المعرفة في العديد من الجامعات، حيث كان لهذه المراكز دور كبير في تطوير وابتكار منتجات وتقنيات جديدة للشركة ساهمت بتعزيز ربحيتها. 2- مأسست الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال فلسفة التعلم القائمة على المشاريع التجريبية، حيث يتم توجيه الطلبة للعمل والبحث بعمق لمعالجة مشاكل وقضايا محددة تواجه الشركات بمساعدة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وشركات القطاع الخاص. ومن أنجح الدول التي طبقت هذه النموذج سنغافورة، حيث أنها قامت بإعادة تصميم المناهج والبرامج الدراسية وفقاً لمتطلبات نجاح هذا النوع من الشراكات المؤسسية. 3- التعاون والشراكة في إدارة وتوجيه أنشطة محددة لشركات القطاع الخاص، وأعني بالتحديد الأنشطة البحثية والتطبيقية والابتكارية والتسويقية. الأخوات والإخوة الحضور، كما تعلمون جميعاً فإن عالمنا المعاصر يعيش اليوم في مراحل متقدمة من الثورة الصناعية الرابعة، تسونامي التكنولوجيا، إنترنت الأشياء، روبوتكس، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية. هذه الثورة ستغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية، ليس في الدول المتقدمة فحسب بل في العالم أجمع. توفر هذه الثورة فرص هائلة للتطور والتقدم، وهي تدعم النمو والابتكار والكفاءة والفعالية وتخفض التكاليف، ولكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات كبيرة وخطيرة، من أخطرها انتشار البطالة واتساعها، حيث تشير التقديرات إلى أن أتمتت الصناعة من شأنه أن يقلص فرص العمل المستحدثة بحوالي 50%، وخاصة في الوظائف البسيطة التي لا تحتاج إلى خبرات عملية وتقنية عالية. ويتطلب الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة والتغلب على تحدياتها توفير بنية اقتصادية اجتماعية سياسية وتعليمية وثقافية شاملة ومتطورة تتواءم مع المضمون الجديد الذي تفرضه هذه الثورة. وباعتقادي أن الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك تعتمد على القدرة على تطوير منظومة التعليم والابتكار والريادة والبحث العلمي، ولا شك في أن الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص تشكل دافعاً ومنصة حقيقية وفاعلة لتحقيق ذلك. فالجامعات اليوم بحاجة لاستثمار المزيد من الجهد والمال لتطوير نوعية التعليم واستغلال الطاقات البحثية والإبداعية، وفي الوقت نفسه لا يمكن للشركات أن تستمر وتتطور بدون إعادة النظر في الطرق التقليدية في إدارتها وتشغيلها والتحول نحو المزيد من الابتكار والإبداع في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي. الأخوات والإخوة الحضور، ما بين ممارسات سلطات الاحتلال القمعية والإجرامية وما بين الفرص والتحديات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، تظهر الدوافع الحقيقية لمأسسة الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. متمنياً على الأخوات والإخوة المشرفين على هذا الاجتماع الهام
النظر بإمكانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة الأفكار والمقترحات المختلفة التي يتم طرحها، ووضع تصور متكامل وبرنامج تطبيقي وعملي لتنفيذها، بما يضمن تحقيق أهداف تحويل جامعة القدس إلى منصة وبوابة للشراكة والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في الشتات، وخاصة رجال الأعمال وأرباب الصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا. مرة أخرى اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لأسرة الجامعة ولدولة رئيس مجلس أمنائها ولرئيسها الجليل على إتاحة هذه الفرصة الثمينة للتحدث أمام نخبة من القيادات الأكاديمية والفكرية والثقافية ورجال الأعمال في قدس الأقداس. وأشكر معالي الأخ العزيز الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم ممثل فخامة الرئيس محمود عباس على مشاركته في هذا الاجتماع، والشكر الجزيل لكافة الأخوات والأخوة المشاركين. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان لحكومة اليابان لما تقدمه من دعم لهذه الجامعة ولهذا الصرح العلمي الثقافي في القدس، ولسفير دولة اليابان لتفضله في الحضور معنا هذا اليوم. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير مرة أخرى للسيد محمد العبار على مبادرته ودعمه الكبير، للأخ العزيز فادي غندور على الأفكار والمبادئ الثرية التي قدمها والتي شكلت عنصرا أساسيا في الأفكار التي طرحتها أمامكم صباح هذا اليوم، ولكل من يساهم ويساعد في صمودي ورفعتي وتقدم جامعتنا الحبيبة جامعة القدس المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وتفضل بالعلم بأن الملك عبد حيبة بن كنعان يقرئك السلام، وبحضور علية القوم أشار لك بالبنان. نرحب بسعادة سفير اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو الذي شرفنا بحضوره، ونثمن عاليا دور اليابان حكومة وشعبا في دعمها للقضية الفلسطينية العادلة. والآن مع معالي الدكتور صبري صيدم المحترم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. معالي الأحبة على المنصة، الأخ الحبيب معالي الدكتور باسم عوض الله، والذي بالمناسبة ألتقيه في فلسطين لأول مرة، أعتبر هذا الرجل من القامات التي تستحق التقدير والإكبار على جهدها الأصيل في دعم التحول النوعي نحو التكنولوجيا وبناء عالم المعرفة والاقتصاد الحر القائم على الكرامة وإسناد الذات. الأخ الدكتور عماد أبو كشك رئيس هذه الجامعة العزيزة، الأخ الدكتور محمد الشلالدي، والأخ الأستاذ الدكتور صلاح هدلي الذي أتحفنا اليوم برحلة في عبق التاريخ العربي الفلسطيني الأصيل. اسمحوا لي أن أبدأ بالتعبير عن التقدير والمحبة والإكبار لأسرة هذه الجامعة الأصيلة، وأن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس الذي لولا هذا الحال السياسي الذي نمر به اليوم لكان متواجدا معكم حتما، لحرصه على إسناد المسيرة التعليمية ولإكباره لدور مؤسسات القدس وعلى رأسها جامعة القدس الحبيبة التي قدمت وتقدم في مسيرة الرفعة ومسيرة النهوض الأكاديمي الذي نعتز به في فلسطين. ونقول بأننا اعتدنا في مطلع القول أن نشير إلى مرحلة سياسية دقيقة وإلى وضع مأساوي سياسي اعتاد الفلسطيني أن يعيش في جنباته، لكننا حقيقة اليوم نلتقي
في مساحة جديدة من الأمل نعبد فيها الطريق نحو رسم معالم أصيلة لتطوير العملية التعليمية وليس أقلها في رحاب هذه الجامعة العزيزة. ونكبر اليوم بوجودكم جميعا فردا فردا، أسرة المجالس على اختلافها وأسرة التعليم في فلسطين، ممن رأيناهم في محطات وزارية وفي محطات أكاديمية وفي محطات اجتماعية وثقافية، وأيضا رجل الدبلوماسية الصديق الحبيب السفير أكوب، والذي نعتز بدوره الأصيل ليس فقط في بناء مدارسنا وإنما في إسناد جامعاتنا، وليس فقط بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة الذين تشرفنا بافتتاح مدرسة جديدة لهم في توسعة جديدة بالأحرى على أرض أريحة الصامدة، والمزيد سيتبع بإذن الله من التركيز على العملية التعليمية. اليوم أيها الأحبة، ما تعيشه القدس من هجمة تستوجب علينا الانتقال من السؤال لماذا إلى السؤال كيف. لماذا كلنا أبطال التشخيص وحاضرون في عالم السياسة نفكر ونشخص ونرسم معالم الطريق وكأننا نستطيع أن نحل أمور الكون، لكننا يجب أن نصارح أنفسنا عندما نطلق الأسبوع العالمي للتعليم، والذي تشرفت قبل يومين بإعلان انطلاقته في فلسطين، وشعاره والسؤال الذي يطرحه بالأحرى أوفوا هل أوفيتم بوعودكم. السؤال في القدس وفي حاضرتها يجب أن يكون هل أوفينا بالفعل بوعودنا. في فلسطين يقول البعض بأن الخط الفاصل ما بين العدمية والطموح خط لا يرى بالعين المجردة. قد يقول البعض بأننا مفرطون في الطموح، مهما قدمنا نريد المزيد، ومهما قدم البعض نريد المزيد. البعض لا يذكر في مساحات الفرح، وإنما يذكر في مراحل الأزمة وفي مساحات الضيق والألم. البعض منا يريد الكثير للمسيرة التربوية. في فلسطين لا تنجح الإسقاطات، ولا تستطيع أن تأتي بحلول تفردها على الطاولة وتقول هذا هو الحل، أو صندوق العجائب يفتح ويأتي بحلول سحرية للقدس وغيرها. لذلك اليوم نسأل أنفسنا، ما الذي قدمناه؟ ما الذي نستطيع أن نقدم؟ وكيف نستطيع بالفعل أن ننتقل من دائرة القول إلى دائرة الفعل؟ أيها الأحبة، أتشرف في وزارة التربية والتعليم العالي بأننا قد قدنا في العام الماضي انطلاق برنامج حماية التعليم في القدس، والذي خصص له 30 مليون دولار، دفع منها حتى اللحظة 34 مليون شيكل، خصصت لدعم المدارس وإسنادها في ظل الهجوم المفتعل والمغالى فيه، والذي يتصاعد خلال الفترة الماضية وخلال الفترة القادمة وفي حاضرنا هذا على كل مؤسساتنا الأكاديمية. تشرفنا باتخذنا قرارا بإعفاء الطلبة المقدسيين من رسوم الفصل الدراسي الأول، وبخفض معدلات القبول في الجامعات المقدسية، وتشرفنا أيضا بتوقيع اتفاقية البحث العلمي بقيمة 20.4 مليون شيكل موزعة على جامعات فلسطين، حتى نتجاوز ثقافة النحيب في الحديث عن البحث العلمي. وين الفلوس؟ أعطونا فلوس، جيبوا فلوس، خلصنا من قضية الفلوس. المهم اليوم أن نأتي ببحث علمي واعد وصاحب مصداقية عالية ونعتد به جميعا. نعتز بأن نقول بأننا أيضا قمنا بفتح اختصاصات جديدة، واستفدنا من تجربة القدس هذه الجامعة العتيدة في مفهوم التعليم الثنائي، وبدأنا بتطبيقه في جامعات أخرى. وأفخر اليوم أن إحدى جامعاتنا الحكومية، جامعة فلسطين التقنية خضوري، تطبق الآن التعليم الثنائي ضمن مفهوم جديد أسميناه بالتعليم التكاملي. وأملنا بالفعل أن ننطلق نحو توسيع دائرة التطبيق لهذا النوع من التعليم في كل مساحات التعليم في فلسطين، حتى لا يخرج الخريج متخرجا من هذه الجامعة أو تلك دون أن يمتلك مساحة الخبرة بالدخول إلى قطاع العمل والمال. خلال هذا اللقاء
أقول جاءت الفرصة لمجالسكم الموقرة أن تمارس التأمل وتبدأ في مراجعة أمورها، وأن تتجاوز مربع الحديث إلى مربع الفعل بالمزيد من الفعل والإسناد، وأن نقول بالفعل بأننا مقدمون على عام دراسي جديد. هذا العام أيها الأحبة يجب أن نطرح فيه السؤال الأصيل: مع انطلاق العام القادم سيكون طلبتنا على مقاعد الدراسة قد وصلهم آخر كتاب جرى إعداده في المنهاج الدراسي الجديد. في العامين الماضيين استبدلنا مناهجنا، في العامين الماضيين دمجنا التعليم المهني والتعليم في التعليم العام، في العامين الماضيين ركزنا على مفهوم رقمنة التعليم، وفي العامين الماضيين قمنا باعتماد قانونين جديدين: القانون الأول في عهد فلسطين للتربية والتعليم العام، والقانون الثاني هو لقانون أو للمتخصص بالتعليم العالي والبحث العلمي. هذين القانونين من شأنهما أن يوفران مساحة كبيرة من أجل المزيد من العمل في التركيز على مساحات أهملناها ذات يوم. ربما لا يعرف البعض أو أن الوقت لم يتسع لقراءة هذه القوانين، لكنك اليوم في عالم المدارس يستطيع الإنسان أن يمارس مفهوم تسريع التعليم، بحيث لا يرتبط التعليم بالفئة العمرية التي ينتمي إليها الطفل، وإنما بالقدرات العقلية والكفاءات التراكمية المعرفية التي فيها يستطيع أن يقفز من مرحلة عمرية، من مرحلة أكاديمية إلى مرحلة أخرى. وبالتالي أقول لجامعاتنا الفلسطينية: حضروا أنفسكم لدخول الأطفال إلى عالم الجامعات. هذا غيض من فيض، ولكن في مساحة التعليم العالي أقول بأننا بصدد المصادقة على 4 مساحات رئيسية يجب أن نفكر فيها ونتأمل في جامعة القدس الحبيبة وأن نتدرسها في هذا الاجتماع. أولاً، وقفية التعليم العالي التي ستخصص عائداتها لصالح دعم الجامعات حتى نتوقف عن ثقافة الشكوى في إدارة المال. القضية الثانية، التعليم الإلكتروني الذي سيفسح المجال، وأنا بصفتي وزيراً سابقاً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشعر بأننا تأخرنا كثيراً، وبأنني لن أشعر على المستوى الشخصي بالإنجاز إلا إذا اعتمد مفهوم التعليم الإلكتروني كمساحة أصيلة، ليس فقط لتوفير إمكانية الدراسة لأبنائكم عبر مساقات إلكترونية تعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وإنما أن تفتح أيضاً الجامعات أبوابها للاجئين الجدد، لأصحاب النكبة الجديدة الذين هجروا من سوريا ومن دول ما سمي بالربيع العربي إلى كل مكان بالعالم، بحيث يتدفقوا إلى الجامعات الفلسطينية عبر وسائل التعليم الإلكتروني ويحظوا بمصادقة أو يحظوا بشهادات تعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي. أيضا نظام هيئة الاعتماد والجودة الجديد الذي من شأنه أن يضع النقاط على الحروف وأن يضبط إيقاع العملية التعليمية. المساحة الرابعة هي مساحة التركيز على مفهوم التعامل أو التعليم التكاملي والتعليم المستند إلى التعليم المهني والتقني. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول: لا مجال في فلسطين بعد اليوم للتوظيف في القطاع العام، لا مجال للتفكير في هذا العالم. اليوم المسيرة التربوية يجب أن تسير باتجاهين رئيسيين: أولاً الانتصار لثقافة التركيز على التعليم المهني والتقني وقتل الدونية المجتمعية التي أحبطت هذا النوع من التعليم، والتوقف عن اعتبار أن الفاشل هو الذي يذهب للتعليم المهني والتقني. دون نجاح التعليم المهني والتقني لا إمكانية لانتصار فلسطين في معركة الأكاديمية، ودون الانتصار لفكر الريادة، وهذا هو المسار الثاني الذي وجب التركيز عليه، الريادة وثقافة تنمية الفكر القائم على المال والمشاريع الصغيرة يجب أن يكون محور الاهتمام في العملية التعليمية. يغضب البعض، يعتب علينا البعض عندما نتجه نحو تقنين التخصصات، وأنا أقول بصراحة عليكم أن تراجعوا التعداد السكاني الأخير،
حتى تروا حجم الخريجين الذين يستطيعون أن يصلوا إلى سوق العمل. لن أتلو الأرقام لأنها محزنة، ولكن أريد جميعاً أن نفكر سوياً بتقنين التخصصات والبحث عن تخصصات نوعية يستطيع من خلالها أبنائنا أن يخترقوا سوق العمل، وإلا كان هناك الإتخام والتخمة في عالم التعليم العالي. اليوم نطرح السؤال الأهم، أيهما أجدى، جراح عاطل عن العمل مع الاحترام والتقدير، أم نجار يستطيع أن يكسب قوت يومه وأن يوظف أيدي عاملة؟ أعتقد السؤال موجود في صدورنا جميعا وفي وجداننا، لكن الجواب صعب، يصل حتى في بعض الأحيان إلى التعامل مع القضية على المستوى الطبقي الاجتماعي. أيها الأحبة، نحتاج اليوم للإجابة على أسئلة صعبة لطالما تجنبناها، ولكن في عالم تخمة الأكاديمية في فلسطين علينا أن نمتلك الجرأة في الإجابة عليها. اليوم في فلسطين لدينا 3020 مدرسة، تقريبا مدرسة عباب بيت كل مواطن. لدينا 51 مؤسسة تعليم عالي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، معظمها موجود الآن في قطاع غزة، انتشر وتوسع خلال فترة الانقسام، مما يعني أنه لدينا خريجين يتخرجوا من جامعات دون أن تكون شهاداتهم معتمدة. الهم كبير، لكن الطريق تبدأ بخطوة. علاج أمر قائم أصعب بكثير من علاج أمر تستطيع أن تنشئه أنت وتهندسه كما تريد. اليوم أحد القطاعات المهملة في فلسطين هو التعليم ما قبل المدرسة، ولا أخفيكم القول بأن دولاراً واحد نصرفه اليوم على التعليم ما قبل المدرسة سيوفر 17 دولار في الصف الأول الأساسي، وبالتالي الانتقال نحو استثمار الخلايا الدماغية الناشئة لدى الأطفال يجب أن يكون محور التفكير الرئيسي في العملية التعليمية. لذلك كما قلت في بداية القول، يجب أن ننتقل من الحديث عن لماذا للحديث عن كيف، ولا أعتقد أن في هذه الغرفة إلا صفوة الشعب الفلسطيني وأبنائه وبناته القادرين على الإجابة. إن الرسالة الواضحة للجميع هي الانتصار للتعليم القدس، وبأن تعزيز المؤسسات ومنها جامعة القدس الحبيبة أمر ممكن ونحن قادرون عليه بهمة النشامة المتواجدين معنا في القاعة والماجدات الفلسطينيات الأصيلات. رسالة حب كبيرة مني إليكم أيها الأحبة، ورسالة الحب الأكبر من فخامة الرئيس محمود عباس الذي ورغم هموم السياسة يحاول قدر الإمكان أن يوفر كل الدعم للمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، ويسأل دائما عن الإبداع والمبدعين، ويسعى في كل سفره وترحاله من أجل البحث عن سبيل لإسناد المؤسسات المقدسية خاصة. أيها الأحبة، لا أحب الحضور دون أن يكون في زوادة شيء لمؤسساتنا الفلسطينية. لذلك وفي منطلق الحديث عن بعض التخصصات النوعية، اسمحوا لي أن أبارك لجامعة القدس الحبيبة اعتماد برنامج الأعمال الزراعية الربحية، الماجستير الخاص بالأعمال الزراعية. مش هتاخدوا مني هلا، بدك تيجي انت والجامعات عشان تشربوا فنجان قهوة عندي. وهو برنامج مشترك يضم 4 جامعات: جامعة فلسطين التقنية خضوري، جامعة الاستقلال، وجامعة الخليل، بالإضافة إلى جامعة القدس. أيضا اسمحوا لي أن أبارك لكم مصادقة وزارة التربية والتعليم العالي على برنامج جديد، وهو زواد كبير اليوم، الاعتماد الخاص لبرنامج دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكي. بكفي؟ والله أنت بدك خير وبركة يا دكتور. كمان؟ طيب، تصديق شهادات طلبة برنامج الطب المقبولين ممن خضعوا لبكالوريوس الأحياء أيضا. كمان؟
البقية ستتبع إن شاء الله مع زيارة رئيس الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي معتليا هذه الابتسامة الأصيلة الفلسطينية. أحب جميعا دائما ما يكون هناك مساحات من الضيق، ولكن أهم ما في شعبنا الفلسطيني أنه يشترح مساحات للأمل، وهذه مساحة الأمل هي التي تجعلنا دائما مجبولين بالإرادة وبالعزيمة. نشرت على صفحتي في الطريق صورة لأطفال في إحدى مدارسنا، أتمنى لمن يبحر في عالم صفحات التواصل الاجتماعي أن ينظر إلى هذه الصورة بتأمل. مدرسة بنيناها بعد أن هدمها شارون، عدنا لبنائها في يوم 25/3 افتتحنا هذه المدرسة في تجمع بدوي اسمه زنوتة في قضاء الظاهري. بعد أسبوعين هدمت هذه المدرسة للمرة الثانية، ولكن هدمت بطريقة عجيبة، لم تجرف وإنما فككت جدرانها. فأتينا بالخيام وقلنا أن التاريخ لن يعيد نفسه. أنتم بتعرفوا إحنا في إطار تطوير التعليم استحدثنا مدارس تحدي التي نبنيها في مقابل المستوطنات حتى نوقف هذا السرطان الاستيطاني من باب الإيمان بعدالة التعليم للجميع، واستحدثنا مدارس في المستشفيات للأطفال الذين يتلقون العلاج لفترة طويلة من باب توفير الإمكانيات، وبدأناها في مستشفى المطلع وأسميناها مدارس الإصرار. في زنوتة يعود الاحتلال بعد أن نأتي بالخيام ويقوم بمصادرة الخيام ولم يبقى شيء. طفل وطفلة يجدوا لوحة مكتوب عليها بعض الحروف باللغة الإنجليزية، يضعوها على رأسهم حتى تقيهم من الشمس. الطفل يبتسم وينظر إلى شماله والطفلة تبكي. أقول إن الطفل ينظر إلى المستقبل الذي يزرع فيه الفلسطيني الأمل، والطفلة وينظر إلى أيام أفضل، والطفلة تبكي على الأيام التي نعيش. اليوم في التعليم نحن نزرع حتى يحصد غيرنا، وبالتالي اليوم مسؤوليتنا أن نزرع الأمل في حياة أبنائنا، وإنا لقادرون. بهمة الجميع وبهمة أحبائنا والزملاء على المنصة وكل الحاضرين نستطيع أن نفعل ذلك. وأقول للعزيز أوكوبو الذي يتحدث العربية بالمناسبة كل التقدير لليابان، خلال أيام سيزورنا رئيس وزراء اليابان مصحوبا بوزير الخارجية اللي ذكرته يا دكتور، ربما فرصة أن تشكروا على أرض فلسطين. نقول لليابان كل الاحترام والتقدير، كل فلسطيني كل فلسطيني يتحدث يذكر اليابان، شوفوا اليابان، وبقول شوفوا فنلندا طبعا، شوفوا دول ثانية. احنا اليوم نأمل من خلال حاضرة التعليم هذه أن يكون هناك ظاهرة تعليمية فلسطينية. سعادة السفير نقول لأنفسنا شوفوا فلسطين. لذلك بالياباني بنقول لك أريغاتو غوزايماس، شكرا، يعطيكم العافية.